للرأي والرأي الآخر لسماع الكل. لاحظنا من خلال المباشرة ديال الرماد ديال المغرب في الكاتيجوري ديال الصحارى على أن هناك مجموعة ديال الأضمينات اللي كيحطوا مجموعة ديال المغاربة في البان. علاش البان وعلاش الريد وعلاش؟ خلي الناس تتكلم. لا لشيء إلا لأنهم يخالفونهم الرأي. شفنا مثلا القوات زيب والقوات نون نورس والقوات شارلوردوا والقوات شفشاون والقوات دكتور الباري يضعون الحدود بعدما نصبوا علينا مصريا اسمه سعيد المصري 2002 الذي أصبح عليه أن يوزع علينا المال الوطنية. إخواتي المغاربة حياكم الله، صوروا مع إخواني المغاربة أن مصريا اسمه سعيد المصري دوميل دو جوكوا يوزع عنا الوطنية. نحن ننتظر من مصري أن يوزع عنا الوطنية، ونحن الذين أسرنا الرئيس المصري حسني مبارك خلال حرب أنقلة. والله اطلعونت، والله إنني أخجل من نفسي أمام مصري يقول بأنه يريد أن يدافع عن قضية المغرب. المغاربة أولى أن يدافعوا عن قضيتهم. والله يا سعيد المصري لو سمعت صحراويا مغربيا يتكلم ويدافع عن قضيته لاستحيت لاختفيت. ولكن للأسف الأخ سعيد المصري ما عندك علاش تحشم. نخليك أقول فقط المغرب، لن أقول أن المغرب في الصحراء إيه والصحراء في مغربها، ولكن أقول بأن المغرب ماض قدما في ترسيم طريق حقيقية لإيجاد حل قضية الصحراء، وحيث البوليزاريو يعتبر طرف لا يمكن الاستغناء عنه في أي حل قضية الصحراء. عندما نقول بأن البوليزاريو هو طرف في أي حل لقضية الصحراء، فنحن نعني بذلك أن الجهة أو المناطق الصحراوية ستحكم في إطار جهوي موسعة تخضع للصوت الشعبي، حيث محمد عبد العزيز المراكشي البوالي وتسليم أو صحراويا كان أو لم يكن من حقه أنه يتقدم انتخابات. هذه هي الديمقراطية إخوان، هذا هو المغرب الجديد. اللي كنتكلموا على مغرب جديد إخوان، نتكلم عن المغرب يحاول أن يجد طريقه إلى الديمقراطية، ديمقراطية حقيقية، ماشي ديمقراطية شوفينية كما يدعيه سعيد المصري أو أسلمو أو زيب أو نونورس. لا 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 لا، هذه السيارة الاحتفالية احنا سئمنا منها. نريد مغربا آخر، نريد من المغاربة أن يتكلموا عن الدرجة التي وصلها البطالة في المغرب. صوروا معي يا الإخوان أن البطالة داخل حامل الشهادات داخل أوساط الشعبية في المغرب وصلت لأكثر من 70%. صوروا معي أن الوسخ في البلاد في المغرب وصل لأقصى ميدان. هذا الشيء كنردوا للأداء حكومي ماشي للأداء ديال الملك. لا، أنا أؤمن أن المغرب يتمتع بملكية تنفرد بخصوصيات خاصة تميزها عن الملكيات الموجودة في العالم. المغرب كنظام ملكي يخضع لسيادة ملك يقوم بالتدخل عندما لا تقوم الحكومة بما ينبغي أن تقوم به. مثلا عندما تدخل الملك وقال بأن هناك مفهوم جديد للسلطة، فهو يستحضر أن السلطة الحكومية اللي هي الحكومة المنتخبة ما قامتش تفعيل هذا المفهوم. عندما يقوم الملك ويقول بأن البلاد المسخة، فهذا كيعني أن الحكومة ما قامتش بالدور ديالها. عندما يقوم الملك وينادي بما يسمى بالتنمية البشرية، فهذا يعني بالبين ما يعنيه أن الحكومة ديالنا ما قامتش تفعيل تنمية بشرية دون تدخل الملك. نحن نحتاج دائما إلى تدخل الملك لكي نكتشف أخطأنا. أين الخطأ؟
الخطأ إخوان؟ واش الخطأ فينا؟ واش الخطأ في الحكومات ديالنا؟ نحن ننتظر دائما السدة العالية بالله الملك اللي هو تقريبا الله ديالنا يقول لنا البلاد مسخة باش نوضو نديرو حملة نظافة. واش ما وصلناش للمستوى تكون عندنا حكومة قادرة على أننا ندافع على البلاد؟ تفضل الأخ.